بكم، أهلا بكم كل أعزائنا المشاهدين والمتابعين، أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي. مش عارفين إيه اللي بيحصل في تركيا بجد، يعني ربنا يكون في عونهم. وهل فعلا لعنة على تركيا؟ هل يعني الله سبحانه وتعالى غاضب على تركيا؟ كل ده في علم الله سبحانه وتعالى، وما نقدرش نجزم بحاجة، ولكن اللي نقدر نقوله احنا البشر اللي ما عندناش علم الغيب، نقدر نقول ان اللي بيحصل في تركيا ده كتير من زلازل ويعني انقلابات في الجو وكوارث طبيعية كثيرة. ويعتبر زلزال تركيا اللي حصل أكبر زلزال حدث في العصر الحديث مما خلفه من انهيارات ووفيات، وبالتالي كمان الرعب اللي مستنيينه شعب التركي من اللي كل يوم في توقع جديد بالزلزال المدمر الخاص باسطنبول، واليوم يفاجأ الأتراك بكارثة جديدة تحل عليهم ومشاهد مرعبة. يلا بينا نشوف التفاصيل اللي معانا والأخبار اللي معانا، ودايما نقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، اللهم نستودعك كل شعوب العالم الأبرياء. ما تنساش عمل الإعجاب واللايك بالفيديو، نشر الفيديو ومشاركته مع الآخرين، وما تنساش الاشتراك في القناة لو عايز يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف أول خبر معانا بيقول إيه. هنا يا جماعة يوم الجمعة، احنا بنكلمكم الجمعة 28 أبريل 2023، ومعانا هذه المشاهد. ألسنة اللهب تلتهم مجمعا سكنيا فاخرا في إزمير التركية. مجمع سكني بالكامل يا جماعة، مش مثلا منزل أو شقة أو غرفة، ولكن مجمع سكني كامل، والمشاهد فعلا مرعبة. وده بصوا على كميات النيران التي تلتهم هذه الأبنية بالكامل، والمنازل، ومنازل من الفاخرة جدا في أزمير التركية. وهنشوف مع بعض الفيديو وقبل ما نقرأ اللي حدث. طبعا كل هذه النيران قضت على هذا المكان بالكامل، ونشوف جزء من الفيديو ونكمل لان في اخبار كتيرة تاني. طبعا اللي احنا شايفينه ده المجمع كمان، ده في البدايات الاولى، والنيران قضت على كل شيء في هذا المكان. بل هنا وذكر شهود عيان ان بعض المواطنين اضطروا الى القفز من الشرفات بسبب الحريق. وهنا طبعا الحوادث الرهيبة اللي زي كده ما بتحدثش كده وخلاص، يعني لما بيبقى فيه بس غرفة مشتعلة او مكان، ولكن الغريب ان ده برضو مجمع بالكامل. يعني اللي هنا الغريب اللي خليك تفكر وتقول طب ايه اللي بيحصل، ازاي مجمع سكني من عدة أبنية وعدة منازل وأبراج كثيرة يلتهم بالكامل ويحترق بالكامل. وهنجيب بقية هذه الأخبار. برضو ألسنة اللهب ده في يوم 28/4/2023 من موقع RT. ألسنة اللهب تلتهم مجمعا سكنيا فاخرا في أزمير التركية. فيديو وصور ونفس كده، واحنا مستنين بقية الفيديوهات، لان طبعا في صعوبة في نقل الفيديوهات من تركيا في كل مكان. بصوا يا جماعة المناظر، يعني الله يكون في عون الأتراك مما يعانوه. وده تاني انا بعيد النداء للحكومة التركية، تاني للحكومة التركية، ارحموا من في الأرض لكي يرحمكم من في السماء. المياه والسدود اللي انتوا قافلين بيها المية عن العراق وعن سوريا، او عن العراقيين والسوريين، ده يخليكوا تفكروا اللي بيحصل كل يوم في تركيا، يخليكوا تفكروا مئات المرات
في موضوع الدعاء اللي بيحصل يوميا على تركيا بسبب الناس اللي بتعاني من قلة المياه والشح. كمان واحنا بنسجل دلوقتي زلزال في تركيا الآن ودي تاريخه 28/4، والزلزال ده على الحدود التركية السورية، يعني هو أثر في سوريا بقوة 4.1 درجة. وطبعا احنا شايفين نشاط زلزالي غير عادي تاني في المنطقة، ولكن خلينا في زلزال تركيا. وقبليه كان زلزال في تركيا بالأمس 4.2 من عشرة، ولكن احنا في زلزال اليوم لو جبنا بياناته كلها علشان نقراها 4.1 من عشرة، وعلى عمق 3 كيلو متر، وده خطر جدا، 3 كيلو متر خطر جدا، وجاي في تركيا. وادي بياناته بتاريخ 28/4 الجمعة، 28/4/2023، يعني ما زالت الكوارث اللي بتحصل في تركيا ما بين الزلازل وما بين الحوادث والحرائق. وطبعا هتقولوا ما في دول كتيرة بيحصل فيها حريق، انا معاك، لكن دول نادرة جدا لما يحصل حريق في مجمع سكني بالكامل، ودي من الحاجات النادرة جدا جدا. وكمان بنجيب خبر مهم مع سوريا، سوريا تسجل 20 هزة أرضية في آخر 24 ساعة، وده يوم الجمعة 28 أبريل. ففي أنشطة غير عادية، مع كمان في فيديو مهم جدا يا جماعة هننزله النهاردة بالليل أو بعد كام ساعة، مهم جدا جدا عن توقعات خطيرة ستحدث في تركيا حسب خبراء الزلازل، مش حسب التنبؤات والتخريف بتاعة المتنبئين والخزعبلات، ولكن من بعض العلماء. وفي تحذير خطير قادم لتركيا في الأيام القادمة، هنجيب الفيديو ده بعد 2 ساعة 3 دقائق. فليس بيدينا إلا أن احنا يعني ندعو للشعب التركي من اللي هم بيشوفوه ده، اللي بيشوفوه ده كتير جدا، ونكرر نداءنا إلى الحكومة التركية تاني، بنقول لكم ارحموا من في الأرض لكي يرحمكم من في السماء، افتحوا المية وافتحوا السدود على العراقيين وعلى السوريين، وخلوا المياه تروح لهذه الشعوب التي تعاني من الجفاف وتعاني من قلة المياه. في نهاية هذا الفيديو لم يتبقى لي إلا شكر حضراتكم على وجودكم معي، بفكركم دايما بعمل الإعجاب واللايك للفيديو، بفكركم دايما بنشر ومشاركة الفيديو مع الآخرين وعمل شير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة لو عايز يوصلك كل جديد، هتدوس على الزرار تحت الفيديو اللي مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب بالإنجليزي. أترككم دائما في رعاية الله وأمنه، والسلام ختام على الجميع.